ان قطاع الغازياناج ولا محطه الوقوف تاع السيارات ولا الدراجات تضعف واحد مجموعه المشاكل اللي دائما تتطالع على مستوى الاعلام، مستوى المواطنين تيتشكى على مستوى كذا. هذا اكراع اللي ربما في واحد العدد ديال يمكن نقولوا مساهمين في هذا الاكراع، اللي هو كاين الناس اللي تيشتغلوا في القطاع اللي ما تيحتاجوش كلش تحملات، كاين احيانا مراقبه، كاين محطات اللي تتخلق عشوائيه بطريقه عشوائيه، تكون متنافسين واحد عنده محطه الاخر تيجي تيحط محطه جنبه، حقا قطاع اللي صعيب تنظم رغم انه يدير مداخل مهمه على الجامعه. في هذا الباب هذا ديال المداخل فهي مداخل مهمه، ربما في هذه السنه هذه فضعفت المداخل مره اخرى وتزادت مقارنه مع سنه 2013، حيث اننا فتنا واحد 100 مليون سنتيم باش فتنا المداخل تاع 2013. ولكن انا دائما تنقول تاع المداخل على حساب المواطنين، لان التسعيره غادي كتهز بطريقه عشوائيه، اللي عجبتو شي حاجه تيتخلص بها، شي تيركب 10 درهم في الطوموبيل، شي تيشد 20 درهم، نفس الشكل بالنسبه للدراجات الناريه والعاديه، فحقا اشكال. الاشكال الثاني واللي تطرح لنا بقوه، رغم ان قلت انا المداخل ارتفعت، مع العلم ان في ساحه جبل فنا تمنعوا ولا ما تبرمجوش هذه السنه المحطات اللي كانوا تابعين للجامعه. فالمحطات اللي كانوا تابعين للجامعه كانوا تيدروا تقريبا واحد 300 مليون سنتيم، ما دخلاتش هذا العام هذيك 300 مليون، تمنعوا دوك المحطات ما بقاوش خدامين للاسف. واش في الواقع ما غاديش يبقى ولا لا؟ هذا اشكال اخر، لان حنا تيقول لنا بان غادي تخلقوا محطات اخرى، وكذلك الكراجات فهذه ظاهره اخرى ربما في مقرر اللي اتخذت لجنه المرافق هنا على مستوى المجلس، انه الا تمنعوا المحطات اللي تابعه للجامعه تمنعوا حتى الكراجات، لان لا داعي اننا نمنعوا محطه اللي تابعه للجامعه في حين ان الكراج باقي خدام، بمعنى الموطو والدراجه وكذا تيبقاو دائما تيدخلوا في الجامع فينا ودائما تيوليو، والطائره غادي ربما غادي ما عالجناش بشكل جدي كيف عالجتها لجنه المرافق اللي دارت في التوصيه ديالتها انه يتمنعوا لا الكراجات ولا المحطات. للاسف هذا زائد ان هاد الكراجات تستغلوا لعام التسعيره، فمن جوج درهم وجوج درهم ونص الان ولات 3 درهم 4 درهم، وربما في الصيف كيف تنعرفوا بان الدراجات الناريه والعاديه تتحركوا في الصيف بشكل قوي، ما عرفناش فين غادي يوصلوا، واش 5 دراهم واش 4 دراهم واش كذا. هذا اشكال اللي بحق دائما تينعكس على المواطن بالدرجه الاولى، والمواطن هو اللي تيأدي الثمن.